بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى الحبابي يكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. على حسب الطلب الناس اللي يحطوا ليا تعليقات على حسب السمع والطاعة. الزوج تيبغي المرأة ولكن ما تسمعش كلامها، الأبناء ما تسمعوش الكلام ديال الأم، بغاتهم يقراو وبغاتهم أنهم يزيدوا القدام، ولكن العصيان في كل شيء، الأطفال عاصيين. أما الام اللي بغات بنتها تكون بجنبها وما تخرجش بزاف، كاين الامهات اللي حطوا لي تعليقات على حسب ان البنت تخرج مع رفاق صحاباتها ما صالحينش ليها او رفاق غير صالحين، او الابن اللي بغيتي انه يسمع كلامك ويطوعك ويكون جنبك دائما. اذا السمع والطاعه للزوج البخيل اللي ما تعطيش المال او انه ما تبغيش انه يتسنط للمراه ولو تكون على حق، ما تبغيش يسمع كلامها لان كاين صدود او كاين موانع بالنسبه للمراه والراجل. كيفاش غادي ان شاء الله نحاول انني نعطي واحد الطاقه ايجابيه في البيت ديالي ونكون ان شاء الله بطريقه ربانيه انني نصلح الاحوال من حال الى حال، حال يكون سيء نصلحه بحال جيد ان شاء الله بطاقه ربانيه. احنا تنخدموا بطاقه ربانيه والقران الكريم، للعصمة ديال المسلم هو القرآن والدستور هو القرآن، وذكر الله بأسماء الله الحسنى واستغفار وأي أمر استعصى عليك أن كاين رب الكريم. ولكن المرأة اللي بغات الأبناء ديالها يسمعوا لها الكلام ديالها دائما عندها مشاكل مع ولادها، ما تسمعوش كلام أو دائما تردوا لها الكلام في وجهها ما تيبغيوش يسمعوا. إذا غادي تسبح المرأة 100 مرة دائما، ماشي على السكر، الوصفة ديال السكر باقي ما وصلناش لها. ولكن المرأة اللي بغات الزوج ديالها أو الأبناء ديالها يسمعوا كلامها ضروري أنها خاصة تاخذ السبحة كل ليلة، تاخذ واحد العدد بدون عدد، تاخذ اسم السميع، بغاتهم يقراو العليم السميع العليم. نحط واحد القنينة ما بين الأرجل ديالي ونقرا ونفت، نقرا ونفت، نعطيهم كأس قبل ما يناموا وكأس على الريق، يا سميع يا عليم، يا سميع يا عليم. غادي ناخذها بورد يومي ودائما نعطيهم هذاك الماء يشربوا ويكون عندهم ان شاء الله السمع والطاعه. الزوج اذا كان ما تيفكرش في المراه وبغيت نخدم واحد الطاقه ربانيه باش الزوج ديالي، ما غادي ندير ليه لا طلاسم، ما غادي ندير ليه شي حاجه اللي تغضب الرحمن، ولكن نقدر اني نخدم واحد الطاقه التسبيح اللي غادي تعطيني طاقه ايجابيه، طاقه ربانيه اللي غادي يكون الود بيني وبينه. اذا دائما اما ناخذ واحد القنينه الريحه بارفا وغادي نقرا عليها اسم الودود، اسم الودود يقرب الحبيب، يقرب الزوج، يقرب الشخص المعين اللي بغيتيه يكون قريب لك، في تكوني قريبه انت وياه، الزوج ديالك او تكوني في العمل ديالك بغيتي الناس يحبوك وودوك، او المدير ديالك ما تعطيكش علاوه او ما تزيدكش في الصالير او في الاجر، ضروري انك تاخذي واحد العطر او تاخذي اي حاجه اللي غادي ديريها كمسك وتقراي عليه اسم الودود. الا ما كنتيش ديري الريحه حاولي انك، كاين اللي ما تدخلش بالريحه تتقول لك من المكرهات. اذا ناخذ مسك ونحكو على الصدر ديالي قطعه مسك، نقرا عليها اسم الودود بعدد اللي بغيتي من 100 حتى ال 500 ونحاول، او 1000، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، ودني مع جميع الناس او ودني مع زوجي، اللهم اجعل الموده والمحبه بيني وبين زوجي، لان بغيتي غير المحبه والموده والسمع والطاعه. اذا بغيتي السمع تقراي يا ودود يا سميع، يا سميع الزوج ديالي فلان ولد فلانه بغيتو يسمع كلامي ويودني ويسمع ويطوعني في كلامي. اذا الوصفه ديالي ديال اليوم هي عباره على السكر، اي سكر، حبيبات، سكر قطع، سكر هذا عندنا سكر مغربي القالب، اذا هذا السكر الرائع اللي تديروه في المناسبات او تديروه في العراس رائع في جلب القبول. ولكن القبول ديالي ديال اليوم، بغيتي المحبه بينك وبين اولادك، بغيتي المحبه بينك وبين الزوج ديالك، بغيتي السمع والطاعه لجميع الناس، غادي ديري هذه الصيغه الربانيه. اول حاجه غادي ناخذ القطع، ناخذ واحد الكيلو السكر لانني غادي نخدم بهذه الطاقه السكر مده 21 يوم، وانا تنعمر به الشاي، تنحطو في الشاي، تنحطو في، نقدر ناخذ سكر حبيبات باش نحطو في الكيك او اي حاجه. الا كنت نقسم السكر ناخذ السكر حبيبات نقرا عليه في وقت واحد، او القطع ان شاء الله بحول الله وقوته نحاول انني نقرا سوره طه ما بين تقرايها من مورا العشاء او من مورا الفجر، سوره طه
وغادي ناخذ واحد الآية من سورة ياسين. إذا سورة طه كاملة، وغادي نقرأ غادي نقرأ آية من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. غادي نقراها بعدد 15 مرة على السكر وننفث. ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. غادي ناخذ العدد ديال 15 مرة ونفت على السكر، ولكن السكر اللي غادي نحطه في الشاي أو حليب أو عصير أو كيك. نحاول أنني هذاك المادة اللي حطيت فيها ذاك السكر ديال جذب القلوب بصورة طه، أو أنني نكون مقبولة مع زملائي، أو ما عنديش قبول مع الناس، أولادي ما عندهمش قبول مع الأستاذ ديالهم، أو ناس كاينين بعض الأولاد ما مقبولينش في الدراسة، ما عندهمش حد ندير لهم هذه الوصفة. إذا البنت اللي مقبلة على زواج ولكن ما عندهاش قبول مع ناسها، مع الأسرة ديال الزوج ديالها، أو أن البنت باغا تكون مقبولة مع الناس أجمعين، غادي ندير هذه الوصفة لأنها تجلب الحظ وتطرد النحس، لأن سورة طه من أروع ما يكون في طرد النحس للناس ما عندهمش قبول أو ما عندهمش حظ. إذا القبول هو بيد الله، ولكن الناس اللي ما عندهمش القبول لابد انهم يحطوا هذه الوصفه لانها رائعه. بالنسبه للمراه اللي ما عندهاش الجذب بينها وبين الزوج ديالها، المراه اللي ما عندهاش حد بينها وبين ناسها، بين عدوستها او لوستها او الناس اللي معها في البيت، كاينين النساء اللي ما عندهمش حدود مع الاسره، او الاسره اللي تكون عندها مفككه، ما عندهمش حد مع بعضياتهم، ديما سادين على بعضياتهم، ديما كل واحد في مكان، كل واحد في غرفه، كل واحد ساد عليه الباب. اذا هادوك تيكونوا عندهم نفور، اما تيكون عندهم سحر التفريق، وتيكون تتكون عليه سحر التفريق، تتكون عليه نفور، وكل واحد في حاله، كل واحد هما في البيت ولكن غرباء على بعضياتهم، كل واحد صاد الى مكان. اذا نعالج نفوسنا بنفوسنا. بسيطة عندي في البيت هو السكر، سكر غني عن التعريف، سكر حبيبات أو قطع أو أي حاجة. نقدر العسل إذا كنت بغيت أنني نكون مقبولة، عسل اللي يتحط في الأكل تهو نقدر ندير العسل. المهم أي حاجة تكون طعمها حلو، إما التمر أو الزبيب، هو العنب المجفف تهو نحاولوا أننا نخدمه به. إذا الناس يبسطوا الأمور وياخذوا طاقة ربانية من البيت وعشوب عندهم في البيت، إما سكر وإما أي حاجة حلوة تكون هي ماشي عشبة، ولكن مكون يكون مذاق ديالو حلو، واللي غادي نحطوه في الأكل وكل شيء غادي يتناوله، بخصوص شي حاجة بحال الكيك أو العصير أو أي حاجة، ولكن هذاك ما يتسربش إلى مجرى المياه، نحاولوا نشربوه كامل. إلا شرب الولد يخصو يكمل الكأس ديالو. إذا هذا هو الشرط الوحيد في هذه الوصفة. إذا أحبابي تنتمنى لكم حظ سعيد، تنتمنى أنكم تخليوا لي لايك على الوصفات الربانية، حاولوا أنكم تدعموا القناة، لأن خليوا لايك ودعموا القناة وفعلوا الجرس وتابوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.